أكبر الكبار الذين اختارهم الله إلى جواره في السنة الماضية هو جابر عصفور. لماذا أستحضر جابر عصفور؟ لأن صديقي الدكتور حسين حمودة هو خلفه في كل شيء، ليس فقط في رئاسة تحرير فصول، ولكن خلفه في أدوار مركزية في ثقافة داخل مصر. مصر هي ليست مجرد دولة، هي قارة بحجم هذه الثقافة وبحجم هذه اللغة. إليه الكلمة. مداخلة المتواضعة يعني كما أشرت تنطلق من بعض الأسئلة التي تتصل بالقيم والأهداف المفقودة النبيلة التي تراءت في كلمة معالي الوزير، وتتصل أيضا بغياب التفاعل الثقافي الذي توقف عنده الأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم، وذلك خلال التركيز على تجربة يعني كبيرة أو كانت كبيرة في الحقيقة يعني، ومثلت يعني في تصوري فرصة ضائعة كان يمكن لو يعني امتدت وتنامت أن تشيد جسورا يعني إزاء هذا التواصل المفقود. ومداخلتي كانت حول تجربة الزنوجة يعني عن صعودها ومآلها الأخير الذي تحولت فيه إلى مشتقات يعني فرعية، وكيف أنها كانت تمثل فرصة كبيرة ومهمة على سبيل التقارب الثقافي يعني فيما بين بلدان كثيرة جدا يعني. وطرحت فيها عددا من الأسئلة حول السياق الذي صعدت فيه هذه الحركة المهمة، والسياقات الأخرى التي أحاطت بتناصرها وتراجعها، وأسئلة خاصة بإمكانات الإفادة من هذه التجربة التي يمكن أن تقدم حلولا يعني كما طرح معالي الوزير محمد بن عيسى، أن تقدم حلولا على سبيل تشييد يعني جسور بين الثقافات المتعددة. إنما لدي ملاحظات ليست خاصة لشخص أو سؤال أقول فيها باختصار، إن تداعيات التجربة الاستعمارية وحتى العولمة خلقت مجتمعات تابعة. أنا منذ أن أصدرت كتابي المركزية الغربية في سنة 95 وإلى الآن مضى تقريباً 30 سنة من الانشغال فيها، فحصلت هذه الظاهرة ليس كموقف أيديولوجي عدائي، إنما كظاهرة إنسانية ثقافية واقتصادية واجتماعية وإلى حد ما أدبية. أتيحت لي الفرصة اليوم في موسم أصيلة بأن أتحدث عن التفاعل بين الآداب العربية الشعرية والآداب الجنوبية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتبين لي من خلال الحديث والبحث ضعف هذه العلاقات بين الأدبين، وأنه ملتقى أصيلة يعني ينتد بنفسه لتوثيق هذه الصلاة. والواقع الآداب العربية ما زالت تتأثر بالحواضر الغربية وبآداب الغربية الفرنسية والإنجليزية أكثر من تأثرها بالحواضر والآداب اللاتينية والأفريقية، وكذلك الآداب في تلك القارات تتأثر بالآداب الأوروبية أكثر من تأثرها بالآداب العربية. عندما وصلت إلى لندن في منتصف الثمانينات من القرن الماضي اكتشفت ذاتي مجددا، بدأت اكتشف انني كشاعر ابن شعرية عربية في مهب الجغرافيات، شعرية هجرة ونفي ومغادرة. ففي لندن وفي باريس في الثمانينات كانت ازهى واهم واكبر وأكثر تنوعاً من الأسماء العربية للشعراء يعيشون كلهم في منافذ في هذه العواصم. وبالتالي ظل السؤال بالنسبة لي
هل نحن أبناء شعرية عربية مترحلة باستمرار منذ امرؤ القيس وحتى أيامنا هذه؟ نعم، بطريقة وبأخرى. من اهتمامي شخصيا هو طرح الأسئلة حول واقع الشعر العربي وعلاقته بالتلقي من جهة، وعلاقته بالحركة النقدية، وعلاقته بذاته. فهذا هو الموضوع اللي كان يشغلني، ومن خلال هذا الموضوع أشعر، يعني موضوع الشعر العربي، أشعر أن ما يزال الشعر من خلال أسئلة المتدخلين ما يزال له مكانة كبرى في خيال وفي تصورات وفي استعدادات العرب، وأنه يجمع الجغرافيات، جغرافيات المشرق والمغرب، ويجمع أيضا بين المقيمين في الأوطان والمغادرين المهاجرين عنها. ويتحدث فيه عن ما كان يجري حينئذ، ويقول في افتتاحيته إنه في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كانت الأرستقراطية الإنجليزية تتحدث باللغة العربية في المجالس الخاصة كما نتحدث اليوم نحن بالفرنسية أو الإنجليزية لأنها هي اللغة الراقية وهي كذا. اليوم يجب أن لا ننسى أننا نعيش هذه المواجهة فيما تصرفه دول قوية من أموال للحفاظ على أول لغتها ومن خلال ذلك عن ثقافتها. يعني هناك تأسست مؤسسة للمؤسسة الفرنكوفونية، وهي ليست عيبا بالمناسبة، أنا لست بصدد الانتقاد، أنا بصدد فقط تذكير، لأن هناك جهود تبذل كذلك من لدن السياسيين.